حياكم الله من جديد في يا هلا وفي الجزء الثاني من يا هلا. أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عزمها تأسيس وتفعيل أقسام إدارة التطوع في القطاع غير الربحي، وذلك ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني عام 2020 وعبر مبادرة مؤسسة العمل التطوعي. أسمى الأعمال الإنسانية تلك التي لا تنتظر مقابلا لها، بل تنبع من القلب ومن رغبة لدى الإنسان في العطاء والتضحية، وحتى العمل التطوعي مثال حي على هذه الأعمال، فهو ميدان تتعدد أشكاله ليدخل في جميع ميادين الحياة الاجتماعية والصحية وحتى البيئية التربوية والسياسية العسكرية وغير ذلك. والتطوع كما اتفق عليه دوليا هو تخصيص بعض من وقت الإنسان الخاص لأجل عمل عام عبر التزام ليس بالوظيفي، إنما هو التزام أدبي، وهو أيضا تنافس شريف من أجل خدمة أهداف إنسانية ومجتمعية. من ضمن تلك المبادرات التطوعية مشروع محفزات للمتطوعين الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى زيادة وتطوير الحوافز الفعالة لزيادة نسبة التطوع الاجتماعي في السعودية. مؤسسة العمل التطوعي هو مشروع في منظمات القطاع الغير ربحي، والذي يهدف إلى بناء وتصميم معايير وأدوات للتطوع، وكذلك تصميم معيار وطني لتقييم وقياس قدرات المؤسسات التي تقوم بإشراك المتطوعين، معيار التطوع الوطني. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكدت عزمها لتأسيس وتفعيل أقسام إدارة التطوع في القطاع غير الربحي ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. وفي هذا العمل المجاني ينطلق الإنسان المتطوع من إحساس بالمسؤولية تجاه من وما حوله، تجاه محيطه الإنساني، وحتى تجاه محيطه المكاني، تتسع شيئا فشيئا لتشمل كل ميادين الحياة وتظهر أرقى أشكال التكامل البشري. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو مدير عام التطوع والمشاركة المجتمعية في وزارة العمل والبيئة الاجتماعية الأستاذ أدهم قاري. أستاذ أدهم أهلا بك فيها هلا. أهلا وسهلا بك. الانتقال في العمل التطوعي من جهود فردية وفرق ومجموعات إلى المؤسسات، إلى أي مدى أنت تتفائل بنجاح خطوة كهذه؟ طيب، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكركم على الاستضافة. بداية، مشروع مؤسسة العمل التطوعي هو أحد برامج ومشاريع مستهدف واضح في خطة برنامج التحول الوطني 2020، وهو يتكلم عن تمكين العمل التطوعي. طيب، عندنا تحدي واضح زيادة عدد المتطوعين من 24500 في عام 2015 إلى 300,000 في عام 2020، وهو تحدي كبير، وأيضا زيادة القيمة الاقتصادية لهذا التطوع من 22 مليون حاليا أو في العام الماضي إلى 450 مليون. فالتحدي الموجود، لابد نحن السلوك التطوع هو سلوك أصيل في المجتمع، قد يشوبه بعض التحديات ويفتقر إلى ممكن التنظيم المؤسسي، ولذا وجدت يعني مبادرة مؤسسة العمل التطوعي. في 2015 كانوا 24,500. نعم، في المنظمة. كم في 2017 تقريبا الزيادة؟ 2016 تقصد؟ 2015 هم 24,500. طيب، 2016 كم؟ 2016 كان يمكن 34,000. طيب، إذا تحدثنا عن 34,000 والمرجو بعد 3 سنوات يصير 300,000، هذا يعني أنه إحنا نتكلم تقريبا على أكثر من 250,000 تقريبا أو 60,000. نعم. تتوقع أنه العدد ممكن في هالـ3 سنوات؟ نعم، بإذن الله هو ممكن وبقوة بإذن الله. لماذا؟ لأنه هناك مبادرات واضحة. خلينا نتكلم عن مؤسسة العمل التطوعي التي تقودنا إلى كيفية الوصول إلى هذا. طيب، الرقم صبر. اليوم نحن بنتكلم عن إيجاد معيار لإشراك المتطوعين في المنظمات. هذا المعيار ينتج عنه إجراءات وأدوات وأدلة لإشراك كيفية إشراك المتطوعين، يقننه أشبه بمعيار جودة للتطوع في المنظمات الغير ربحية. عندنا مستهدف واضح في عام 2020 اللي هو إنشاء وتأسيس 200 إدارة تطوع في هذاك العام في الوزارة، 200 إدارة تطوع في المنظمات الغير ربحية والوزارات والهيئات.
جميل. 200 إدارة تطوع هذا على صعيد مجال المؤسسات. على صعيد الأفراد وهو التحدي الآخر أو الثاني، عندنا نحن نؤمن وجود الإدارة لا يكفي، لابد أن هناك وجود مدير للتطوع يفهم وش يصير، وش مسؤولياته، وش صلاحياته، مؤهل. اليوم ما عندنا نحن أحد يدرس تطوع، فنحن نعمل الآن على معيار وظيفي وطني ولمهنة مدير التطوع. مهنة مدير التطوع لها معيار، يتبعها مؤهل، يتبعها مواد تدريبية، يتبعها اختبارات. وعندنا المستهدف أيضا في عام 2020 اللي هو 200 مدير للتطوع، 200 فرصة عمل لوظيفة مدير تطوع. هنا لما نتكلم عن هذه الجهود في تعزيز، لو قلنا نحن هو عرض وطلب، لو فتعزيز الطلب اللي هو الطلب للمتطوعين، فالتحدي الموجود اليوم في الساحة ليس قد يكون التطوع سلوك أصيل ومغروس في الشاب والشعب السعودي. التحدي الأساسي هو عدم وجود فرص تطوعية واضحة المعالم تستقطب شرائح المجتمع بصفة عامة. وانتو راح تخلقوا هذه الفرص. نخلق هذه الفرص التطوعية، ولو قلنا هذه في موضوع لو هي عرض وطلب، فنحن جالسين نشتغل على الفرص التطوعية التي سوف تنشأ من هذه الإدارات والمعايير. طيب الفرص المخلوقة أصلا الآن واللي فيها شباب وشابات متطوعات، إيش الحلول اللي راح تعملوها معهم لتحويل عملهم هذا من عمل فردي إلى مؤسسي؟ يا سلام، الفرص الموجودة الآن في الجمعيات، في الأندية، في التجمعات، هي موجودة، لكنها قد يكون نحن عندنا مشروع اسمه تصميم الفرص التطوعية. لابد أن الفرصة تكون واضحة المعالم، واضحة الأهداف، واضحة الأوقات، الفائدة المرجوة من هذا الشيء. فالفرص الموجودة الآن نحن بدأنا من الداخل، من منظومة العمل والتنمية، صممنا مقاربة 2500 فرصة تطوع داخل منظومة العمل والتنمية الاجتماعية. تتكلم عن مراكز الرعاية، دور الأيتام، دور المعاقين والاحتياجات الخاصة وغيرها. فنطمح بهذه الآلية وطريقة التفكير والاستراتيجية اللي نعملها في تصميم الفرص، كما بدأنا في وزارة العمل ننتقل في وزارات أخرى ومقدمين فرص آخرين. تنتقلون مين أنتم اللي تنتقلون؟ وزارة الإدارة اللي موجودة في وزارة العمل حتروح تتعاون مع الوزارات الباقية؟ الآن في مشروع واضح، نحن تحت برنامج تحول الوطني واضح المعالم، مستهدف التطوع يقع على عاتق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة التنمية الاجتماعية. فلما نحن نقول نحن، نقصد في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدورها المنوط بها، وهناك في خطة تعاون وتكاتف واضحة بين أصحاب المصلحة ومقدمين الفرص التطوعية. جميل، الله يقويكم في كل هالخطوات. أنا استأذنك نأخذ فاصل ونرجع نواصل حوارنا. فاصل ومكملين مع الأستاذ أدهم قاري الحديث عن مؤسسة العمل التطوعي. حياكم الله من جديد في هلا. الحديث ما زال مستمرا مع الأستاذ أدهم قاري عن مؤسسة العمل التطوعي. أستاذ أدهم، قبل الفاصل كنا نتكلم على احتواء الشباب المتطوعين، ماذا عن المجالات اللي هم الآن حابين يعملوا فيها؟ كيف حيصير التوافق بين الوزارة وبين المجالات اللي هم راغبين في العمل فيها؟ جميل، خلينا في البداية خليني أنوه أنه هي فترة ذهبية لما تكون في برنامج تحول وطني وهدف واضح لهدف تمكين العمل التطوعي أو اهتمام من أعلى سلطة في البلد، فهذه فترة ذهبية للعمل التطوعي. فالعمل والسلوك والجهود الموجودة والحراك ضروري أنها تكون فيها تجديد. نحن مرينا في فترة يا أخوي مفرح قبل 10 سنين اللي هو تعزيز ثقافة العمل التطوعي، كان والله ودنا نتطوع، صارت سيول جدة وبعدها وقبلها، فشيء جميل للسلوك والعمل بحد ذاته. أما الآن نحن لابد أن نقنن هذا العمل ونصل لموضوع الاحترافية في العمل. عشان كذا دور وزارة العمل في المعايير في هذا الشيء، هذه لغة ما كانت موجودة بشكل كبير. لما نقول المعايير وظيفة مدير التطوع، معايير، إجراءات، أدلة، فأنا رسالتي للجهود الموجودة استمروا على ما أنتم عليه، لكن هذا لا يمنع بالتعاون مع وزارة العمل أو غيرها من الناس اللي ماخذين بزمام الأمور. نحن عندنا هدف واضح، 200 إدارة تطوع، فالجمعيات أو المنظمات الغير ربحية عموما هم مستهدفين. أجرينا استبيان قبل أكثر يمكن من أسبوعين عن المنظمات الراغبة بتأسيس إدارة تطوع، كان الاستبيان يمكن 600
150 منظمة غير ربحية، نحن ترى عندنا 800 منظمة بس. جميل، هذا يبغى لكم ترفعوا الطموح بدل 200 تصير أكثر إذا كان الطلب بهالحجم. الطلب عالي، وأظن بإذن الله يعني نحن في وزارة العمل وكالة التنمية ممثلة في الدكتور سالم الديني، وأشكره بصراحة بهذا المنبر، هو يعني من بذر البذرة الأولى والأساس في هذا المشروع، قادرين بإذن الله مع فريق العمل إنه نحن نوصل لأكثر من 200. كيف الآن راح تجيبون الشباب والشابات المتطوعات؟ حتسووا إعلان، دعوة، توصلوا لهم في أماكنهم، إيش الآلية؟ يا سلام، خليني أنوه عن نقطة أن وزارة العمل هم ممكنين ومنظمين ومشرعين، الجهود هي جهود ميدانية ومدنية، المنظمات الغير ربحية، الوزارات، الهيئات، الأندية، الأحياء، لجان التنمية سوف تستمر في عملها. دورنا وهو الدور المنوط في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تشرع وأن تمكن الجهود الموجودة. طيب، فعندنا نحن مشروع واضح اسمه محفزات، تصميم محفزات للعمل التطوعي. خلينا نستطرد هنا شوي. المحفزات تتكلم عن ثلاثة أمور، قد يكون محفز بحد ذاته، قد يكون آلية، قد تكون حملة. مثلا المحفز، نحن نتكلم عن مشروع يستهدف الأخوة في حافز، مستحقين حافز. مستحق حافز الآن هو باحث عن عمل، باحث عن عمل يحتاج أن يطور مهاراته، ونحن معروف أن التطوع هو أفضل وسيلة لتطوير المهارات. فقد تكون نحن لابد نحن نحفز مستحقين حافز للتطوع، وبإجراءات معينة جالسين ندرسها مع الأخوة في صندوق الموارد البشرية لانخراط الأخوة في حافز أو مستحقين حافز، الأخوة والأخوات. بس اسمح لي أدهم أوقفك أستاذ أدهم، نعم. وأنا أوقفك عند هالنقطة. بالأمس كنا نناقش موضوع الحافز وكيف أنه ممكن يصير فيه تدريب من قبل وزارة العمل مدفوع حتى لأهل حافز، واليوم تتكلم عن العمل التطوعي. أعتقد أنه يجب أن تقننوا هذه الأمور حتى لا يتشتت المشاركين في حافز بين أكثر من اتجاه تضيع الفائدة. كلامك صحيح، عشان نحن ندمج بين الكلام. البرامج التدريبية سوف يكون منها برامج تدريبية عن التطوع. طيب، فهذا الموضوع. والبرامج التطوعية هي ليست قد تكون إلزامية بالمفهوم، لكن هي محفزة، وبإذن الله نحن يعني في فترة دراسة لهذا الموضوع، لكن أنا أشوف أنها هي فرصة مهمة، ومستحقين حافز هم بحاجة لتطوير المهارات، وقد يكون العمل التطوعي والسلوك التطوعي هو من أبرز ما ينمي هذه المهارات. هذا في ناحية المحفزات، خلينا نسطر. من ناحية الآليات، إيجاد منصة وطنية للتطوع لربط المتطوعين بالجهات الموفرة والمقدمة للفرص التطوعية. الآن نحن داخليا عندنا مستهدف عدد أيام معين يعني لإطلاق هذه المنصة، نعمل عليها قول بشكل الأيام لكم. قول أقل من 100 سبق فيها، أقل من 100 يوم يعني الله. كم يوم بالضبط؟ نحن 100 يوم كان قبل أسبوع، بإذن الله أقل من 100 يوم يعني. أشكر. على الإطلاق بإذن الله، لكن طبعا نحن هذا الإطلاق والتقني حيكون، حنشوف نحن كيف الآلية تسويقها بإذن الله رسميا يعني. هناك سجل وطني لابد للتطوع. ما هو السجل الوطني؟ السجل الوطني الآن لو أنا وأنت أخوي مفرح تطوعنا، خبراتنا وجهودنا ما هي موثقة في أي مكان، لكن لو كانت موثقة برقم البطاقة أو رقم السجل الوطني، وين تطوعت يوم السبت، كيف كان تقييمك في أي مجال، في أي جهان، كم ساعة، كذا الناس حيتحفزوا أكثر للتطوع. سوينا دراسة، ما حيسعفنا الوقت أن نتكلم عن كل الدراسة، سوينا دراسة على مع شريحة من المتطوعين وغير المتطوعين، ما هي أبرز السلبيات اللي تشوفوها في العمل التطوعي؟ كانت من أبرزها عدم وجود فرص تطوعية، وهذا التحدي اللي تكلمنا عنه أول، عدم حفظ حقوقنا كمتطوعين، وشيء ثالث واللي يزعل يعني، ما لنا شايفين أثر التطوع. أثر التطوع اللي نحن بنسويه، ما أنا شايفين نحن تطوعنا لنا 10 سنين 5 سنين، لكن هل هو ذا التطوع اللي نحن نشوف أنه هو يسهم في المهارات وينهض بالأمم والمجتمعات؟ فجاءت الفكرة، هذا تحدي واضح. العمل التطوعي يفتقد التنظيم المؤسسي، العمل التطوعي يفتقد إلى الاحترافية في التنفيذ والاستمرارية، فهذه قد تكون السجل الوطني. عندنا كحملات، عندنا برنامج تدريبي مع الأخوة في منصة دروب، كانوا عندكم قبل يومين، أطلقنا مادة تدريبية عن تصميم الفرص التطوعية، وهي فرصة للسادة المشاهدين أنهم يزوروا منصة دروب ويشاهدوا ماذا نقصد بتصميم الفرص التطوعية. هو مادة تدريبية ساعة واحدة تنتهي باختبار بسيط عن تعلمك كيف تصمم فرصة تطوعية. حنكمل هذه الدائرة، فرصة تطوعية، كيفية إدارة المتطوعين، مفاهيم التطوع، حتكون بإذن الله برامج نقدر نقول ما هي تدريبية توعوية للمتطوعين. طيب، في شيء محفز في كلامك اللي ذكرته أنكم تحاولون الوصول إلى 200 وظيفة لإدارة التطوع. نعم. هذا يعني أنها بتكون وظائف بمرتبات تابعة لوزارة العمل، كيف الوصول إليها؟ نعم، هي وظائف، هي مهنة جديدة. نحن في مستهدف أكبر في القطاع الغير ربحي اللي هو تحديث أو إنشاء
30 وظيفة في القطاع الغير ربحي في خطط وكالة التنمية الاجتماعية والقطاع الغير ربحي عموما. من هذه الوظائف هي وظيفة مدير التطوع. فأنا بتكلم القطاع غير ربحي هو أشبه بالقطاع الربحي، هو شبيه لأي مجتمع. هناك ثلاثة، هناك حكومة وزارات وحكومة، هناك قطاع ربحي وقطاع غير ربحي. القطاع غير ربحي الآن نحن من نتكلم عنه في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نتكلم عن مؤسسته وحوكمته وتنظيمه، وقد يكون هناك يوم منفصل عن سعد الدكتور سلمى الديني يعني سيسهف في هذا بإذن الله. نتكلم عن وظيفة مدير التطوع. ومدير التطوع لما نحن بنقنن عملية التطوع ونطورها لابد أن يكون لها حرفة أو مهنة، هناك إطار واضح لها، جدارات، مؤهلات، معارف يعني لمدير التطوع. التطوع مو بس يلا نسوي حملة أو يلا نسوي مبادرة وهو شيء جميل وشيء كذا، لكن هو أكبر. أنت كيف تستقطب المتطوعين، كيف تديم أثر العملية التطوعية وغيرها. فهذه 200 فرصة، وهي أكثر قد تكون بإذن الله، هو مستهدف واضح عندنا داخليا ومستهدف من برامج التحول الوطني. ونحن الآن يوم الربوع هذا يتم مرحلة تصميم المعيار الوطني لمدير التطوع، فانتهينا من المرحلة الأولى. بعده يبدأ المؤهل، بعده يبدأ بإذن الله اعتماد المؤهل والمواد التدريبية والاختبارات. فنحن ما بنتكلم بس جميل. وإذا تحدثنا على أقل من 100 يوم وراح منها أسبوع، يعني نتكلم عن 3 أشهر تقريبا لإطلاق المنصة الوطنية للتطوع أعنيها أنها وطنية، يعني هي مرتبطة بجهات المصلحة من وزارات وهيئات حكومية. نعم. طيب جميل. أنا انتهى مع الوقت، بترك لك مساحة أخيرة تقول فيها كلمة خاصة للشباب والشابات المتطوعين والمتطوعات في السعودية. طيب، أول شيء أشكرك مرة ثانية أخي. نرجع التطوع هو سلوك رائع، وهي رفاهية الروح، وهي سعادة العطاء. نحافظ على هذا المفهوم الأساسي، نحافظ مهما كان من مسميات، لكن التطوع في النهاية أنت تبادر وتعطي من وقتك ومن جهدك ومالك لإسعاد الآخرين وإعطاء المجتمع بدون مقابل. فأنا أتمنى يعني نحن نستمر هذا السلوك، وأتمنى نكون خير معينين لنا وزارة العمل المجتمعي. وفي شفتوا أي قصور مننا وأي أفكار مقترحة، يعني يمكن الوصول لنا عن طريق المنصة أو وزارة العمل المجتمعي. أنا أشكر لك هذا الحضور وهذه الإيضاحات الأستاذ أدهم قاري. شكرا جزيلا لك. إذن الشكر أيضا يمتد للأستاذ أدهم قاري أن خص برنامج يا هلا بإعلان إطلاق المنصة الوطنية للتطوع بعد تقريبا 3 أشهر من الآن. يقول الأستاذ أدهم قاري: التطوع سعادة العطاء. فاصل ومكملين.